مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. منشور من وزارة التربية والتعليم اثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد الاعلان عن مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات. ماذا حدث في المدارس في الساعات الماضية، وما هو مرض الجديري المائي، وايضا كيفية انتقاله بين الطلاب، وما ايضا حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام، وما هي طرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض لحماية أبنائنا الطلاب؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين بالفعل انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات. وعلى الفور بالفعل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وطبعا شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي، مع اعتبار الأمر هام وعاجل. ومن جانبها كانت أصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن طبعا أصدرت تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظا على سلامة الطلاب. فعلى سبيل المثال وجهت مدرسة الأرمان الثانوية بالعجوزة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة تنبيهات عاجلة وهامة لطلابها، وشددت خلالها على ضرورة التباع الآتي خلال فترة امتحانات نصف العام 2024. أولاً ضرورة ارتداء الكمامة، وأيضاً إحضار مطهر، ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية، وأيضاً لن يسمح نهائياً بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات طوال فترة الامتحانات. الحضور بالزي المدرسي، ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي، لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع هذه التعليمات. وجدير بالذكر أنه نظراً لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقاً للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام سنة 2024. مكملين مع حضراتكم باقي التفاصيل، وبنقول عن حقيقة تأجيل الامتحانات. فقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر. وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور دحجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر، نظرا لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء. وأيضا أكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذر جميع الطلاب، وأيضا تحذر أولياء الأمور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل الامتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر، مشددا على ضرورة الالتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الإعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حال ما إذا تطلب الأمر، ذلك طبعا حفاظا على صحة طلابنا وأيضا حفاظا على صحة الجميع.
ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم السماح بتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب المدارس المصابين بأي أعراض لأمراض معدية مثل الجدري المائي، بحيث يؤدي الطالب المصاب امتحاناته بشكل مؤجل في الترم الثاني في حالة احتياج حالته لذلك، وفقا طبعا لتوصيات الزائرة الصحية الموجودة في المدرسة. وفي إطار حديثها عن ظهور أي أمراض معدية سواء الجدري المائي أو غيره في أي مدرسة أثناء سير امتحانات نصف العام، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة اكتشاف أعراض خفيفة تسمح بأداء الطالب الامتحان بدون تأجيل، بالفعل سيتم عزله في لجنة خاصة، وإذا رأت الزائرة الصحية عدم خطورة ذلك ليكون بعيدا عن زملائه طبعا لأداء الامتحان حفاظا على سلامته وحفاظا أيضا على سلامة الجميع. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنها وجهت تعليماتها الروتينية المعتادة لجميع مدارس الجمهورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا الإجراءات الوقائية اللازمة طوال فترة امتحانات نصف العام للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض ومن أي أمراض معدية المصاحبة لفصل الشتاء. وكان شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكد على أن الجديري المائي لم ينتشر بين طلاب المدارس بشكل مخيف مثلما اعتقد البعض، وأنه لا داعي للقلق بأي شكل من الأشكال. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة رصدت حالة واحدة مصابة بمرض الجديري المائي في إحدى المدارس، وبناء عليه حذرت المديريات التعليمية في خطاب رسمي من خطورة انتشار الجديري المائي في المدارس وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشاره بين الطلاب والطالبات. طبعا أيضا أضاف إجراءات عادية والوضع مش خطير، وشدد على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لمتابعة أي خطر يهدد سلامة طلاب المدارس، مشيرا إلى توفير زائرة صحية في كل مدرسة للتعامل مع أي أعراض طبعا تظهر على الطلاب أو عامة تظهر على أي طلاب أو طالبات. وفي سياق متصل قالت الدكتورة هبة عادل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الأطفال عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك أن الجديري المائي مرض طبعا معدي سريع الانتشار وسريع العدوى، وأكثر ما يصيب الأطفال ما بين 3 أشهر إلى تقريبا 10 سنوات. وأضافت أن المرض يمكن أن يصيب الأطفال أكبر من هذا العمر ويكون أصعب من الأطفال الصغار. وأشارت أيضا الجديري من الأمراض التي تصيب الجسم مرة واحدة فقط في العمر، وهو فيروس ينتقل عن طريق التنفس بالهواء الملوث والرذاذ واستعمال أيضا أدوات المصاب مثل الملابس والمصافحة، طبعا ده بيكون أكثر حضانة للمرض وبيكون حضانة المرض من 2 إلى 3 أسابيع. أما عن أعراض الجديري المائي فهي كالتالي: ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ودرجات حرارة الجسم، ألم في الظهر والمفاصل، ظهور طفح جلدي في مكان معين من الجسم، بعدها بينتشر في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الوجه وأيضا الرأس، فقدان الشهية عند الطفل والصداع والحكة. الطفح الجلدي يبدأ في الظهر والبطن ثم ينتشر في باقي الجسم. وإلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا، طبعا بنتمنى السلامة للجميع وربنا يحافظ على طلابنا وأبنائنا. كنت معكم ندى ماهر، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.